البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق حكم لباس الأحمر، وخرجنا أن الكراهة شديدة، وإذا كان الأحمر شديدا كاملا فليس ببعيد أن يكون محرما لأنه لباس الكفار. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة حمراء فهي كما ذكر أهل العلم ليست حمراء صافية قانية، وإنما كانت برود اليمن من الأحمر والأسود. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود. قال: الفرجان هما الشقان اللذان في أسفل الجبة. المقصود أنه كان في أطرافها شيء من الحرير. أخرج أبو داود في إسناده المغيرة بن زياد وهو ضعيف، وأصله عند مسلم بلفظ: فأخرجت جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج مكتوب فرجيها مكفوفين بالديباج. كسروانية. فقالت: هذه كانت عند عائشة. فذكرت الحديث، موضع الشاهد نفس ما هو عند أبي داود. قال: وأصله في مسلم. وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأداب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. إسناده صحيح. قال: مفردات الحديث قولها مكفوفة، يعني جعل لها كفة بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. قولها الجيب هو مدخل الرأس من القميص ونحوه. قولها لبنة هو بكسر اللام وإسكان الباء، لبنة ديباج، وهي رقعة في جيب القميص. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة مسألة جواز لبس ما فيه حرير يسير. هذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس ما فيه حرير، ولكن هو محمول على ما كان موضع أربع أصابع فما دون لحديث عمر المتقدم في الباب، والله أعلم. ذاك فيه التقدير الصريح، حديث عمر فيه التقدير الصريح أربع أصابع، فيحمل هذا على ذاك والله أعلم. بعض المسائل الملحقة: مسألة حكم لباس ما فيه تصاوير ذوات الأرواح. في المسألة أقوال: الأول الرخصة، وهو قول أحمد في رواية سليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب، واستدلوا بحديث: إلا رقما في ثوب. الثاني الكراهة، وهو قول مالك والثوري وبعض الحنابل. الثالث التحريم، وهو قول الشافعية وأحمد في رواية وبعض الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح.
وهذا القول هو الصواب بدون مرية. وأما حديث إلا رقما في ثوب فهو محمول على ما إذا كانت مقطوعة الرأس أو صورة من غير ذوات الأرواح. ومال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الصلاة من العمدة إلى تضعيف هذه الزيادة وإلى كونها مدرجة من الراوي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله يبين ذلك أن حديث الاستثناء مبهم محتمل، إذا سيق بلفظه إذ سيق بلفظه عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فقال بسر بن سعيد: ثم اشتكى زيد فعدنا. زيد بن خالد الراوي عن أبي طلحة: ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أول الحديث، وإنما خفض به صوته حتى سمعها عبيد الله دون بسر بن سعيد، فلعله قالها من عنده ولم يرفعها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يدرج المحدث في حديثه زيادة يحسب المستمع أنها مسوقة عمن حدث عنه. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم الستور من جملة المستثنى منه، وقد صحت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من جملة التي قصدت بالحديث، وبأن الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه. وقد روى غير واحد الحديث عن أبي طلحة دون هذه الثنية. وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها والله أعلم ما رقم من الصور التي لا روح فيها، أو كان يوطأ ويداس من الصور في الثياب كما جاء ذلك مفسرا بالأحاديث الأخرى. وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فيه تصاوير، فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقال: فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. رواه مالك وأحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر هو منقطع غير متصل، لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ولا حفظ عنهما، ولا له عن أحدهما سماع ولا له سن يدركهما به. ولا خلاف أن سهل بن حنيف مات سنة 38 بعد شهود صفين، وصلى عليه علي رضي الله عنه وكبر عليه 6، وليس كما قال ابن عبد البر. فهذا الحديث يقتضي أن أبا طلحة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في الثوب وليس فيه أنه سمعه منه، فيجوز أن يكون المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداس،
أو أن تلك التصاوير لم تكن صور ما فيه روح كما فسرته سائر الأحاديث. فهذا المحمل الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي يعتمد، إما أن يكون لا روح فيها أو مقطوعة الرأس. وذكر بعضهم مما يداس عليه، هذا فيه نظر، لأن عائشة لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن شرائها لتلك النمرقة التي فيها التصاوير قالت تجلس عليها وتتوسدها يا رسول الله، فغضب عليها ولم يجز ذلك، لأنها قالت تجلس عليها، فأحسن ما يحمل عليه إلا رقما في ثوب، إما صورة من غير ذوات الأرواح أو غير متميزة ليست واضحة أو مقطوعة الرأس، الله أعلم. المسألة الثانية، حكم لبس المرأة لباس الرجل والعكس. ثبت في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وإليه ذهب الجمهور. وقال الشافعي في الأم إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره، فكذا عكسه. انتهى. قال وهذه الأحاديث ترد عليه، ولهذا قال النووي في الروضة والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح، الحديث صريح في التحريم، واللعن يدل على أنه من الكبائر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.